دقيقة دقيقة يا دوب عندي آخر تعليقات سريعة. عادل تكلم عن 16 كاميرا في آخر مرة، أنا ما أدري عن الرقم هذا، هذا صحيح؟ لأنه واضح جدا أنه في مشكلة في تقنية في غرفة الفار تحديدا. هل هي المشكلة من الموجودين؟ هل هي المشكلة من الشركة الناقلة؟ هل هي المشكلة من الحكم اللي بالعادة لا، لأنه هو يطلب، وشفنا اليوم مثلا في الهدف الأول مش الحكم اللي راح للفار، لا هو احتسب الهدف، الفار هو اللي طلبه، تعال تعال تعال، ليش اجي حنوريك شيء؟ طيب هدف ليش تناديني وانت شايف انه هدف؟ فالمشكلة الان واضحة، واحنا لنا اربع الى خمس او يمكن اربع خمس جولات وحنا جالسين نقول غرفة الفار غرفة الفار غرفة الفار مباشرة. نعم 16 كاملة ونطلع فقط ثلاث اربع لقطات، فاعتقد لا يبغالنا يبغى الاخوان في الاخراج والشركة يشتغلوا اكثر على توفير لقطات اكثر، اذا ما كان كل مباراة تقدم ب 16 كاميرا فعلا. محمد.